أكد أعضاء في التحالف الوطني أن مشروع التسوية السياسية مستمر والعمل على إنجازه متواصل من قبل جميع الأطراف السياسية، وأن تغيير قيادة التحالف لا يغير من مسار هذا المشروع لكونه مشروعا سياسيا مدعوما من الأمم المتحدة. هو ليس مشروع السيد الحكيم سماحة السيد هو زعيم التحالف الوطني، وإنما هي الورقة ورقة التحالف الوطني، وسواء يكون السيد على رأس التحالف الوطني أو يأتي غيره سنستمر بهذا المشروع لأنه مشروع التحالف الوطني. بالفعل يعني تبقى التسوية سماحة السيد الحكيم داعم لها، سواء كان في التحالف الوطني أو كان خارج التحالف، يعني قصدي سواء كان رئيس للتحالف وإذا كان لم يكن رئيس للتحالف فهو داعم لهذه التسوية. نحن سوف ندعم هذه التسوية، لا ليس لدينا خيار إلا المضي بهذه التسوية. عضو تحالف القوى زيتون الدليمي من جانبها أكدت أن التسوية هي مشروع سياسي مطروح من قبل التحالف الوطني والعمل عليه متواصل بشكل جدي بإشراف الأمم المتحدة، ولا يقف عند حد تغيير رئاسة التحالف الوطني على حد تعبيرها. قدم التحالف الوطني ككتلة سياسية كبيرة، يعني ومشروع مستمر ويعمل عليه بشكل جدي. يعني اليوم الموضوع في الأمم المتحدة عند المبعوث الأممي، وهذا عليه عمل وعليه لجان يعني تعقد جلسات وعليه مفاوضات كبيرة. يعني الموضوع المشروع التسوية السياسية أو التسوية التاريخية موضوع ماضي وله إن شاء الله نتائج إيجابية جيدة.